بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم الأستاذ علي النقيب، معلم الفنية. موضوعنا اليوم التشعب الزخرفي من نقطة خاص بصف سادس. قبل ما نتكلم عن التشعب نعرف إيه هو الفن الإسلامي. الفن الإسلامي هو الفن الذي نشأ وازدهر في البلاد التي اتخذ أهلها الإسلام دينا، وكان الفن الإسلامي الزخرفي في بداياته متأثرا بالفنون والثقافات الأخرى. خصائص الفن الإسلامي، الفن الإسلامي طبعا له بعض الخصائص زي سطحية الزخارف، البعد عن الطبيعة وعن الكائنات الحية، التكرار، تحويل الفن إلى ثمين. لما نيجي نتكلم عن التشعب هنلاقي ان التشعب يعتبر من القواعد المهمة والأساسية في التصميم الزخرفي، وهو خروج الخطوط المتكونة من العناصر النباتية او الهندسية من نقطة تعتبر محور او مركز التصميم اللي انت طبعا هترسمه، واما يكون المحور نقطة او خط. تمام، تعالوا نشوف ازاي ننفذ الموضوع الزخرفي هذا من خلال الورقة اللي قدامنا دي. هتيجي تعمل خط رأسي وخط أفقي ثم خط في المنتصف مايل قطر وآخر قطر في منتصف مسافة الخطين الرأسيين. هنلاحظ ان تقاطعهم في نقطة، وهي دي اللي هيكون محور العمل اللي احنا نشتغل عليه. تمام، هنجيب ورقة شفاف او كلك، هترسم عليها وحدة زخرفية يكون اساسها النقطة. هنفترض ان النقطة دي، وانا هعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. دي الوحدة الزخرفية. طبعا عند الكتاب في بعض الوحدات الزخرفية انا ممكن استفيد منها، موجودة في صفحة 32. دي بعض العناصر اللي انا ممكن استفيد بيها ان انا احط عليها ورقة الكلك واخدها او ورقة الشفاف واشوفها. انا طبعا عملت واحدة من عند انا من ابتكاري، هتاخدها وتيجي على احد الخطوط اللي احنا طبعا محددينها الرأسية، وابدأ احطها في الشكل اللي احنا شايفينه ده، امر عليها. هنلاقيها طبعت على خفيف، ممكن اوضحها بعد كده، احط في الخط المايل واحدة ثانية هنا. اكررها المرة الثالثة على الخط ايضا الافقي. اكررها مرة رابعة
طبعا انا كررتها 4 مرات. ممكن ان انا احطها في الوسط بين الاثنين هنا كده، تمام، وممكن اكتفي فقط بالاربع اللي انا عملتهم، لكن هوضحهم ان انا امر عليهم بالمرسام، اخلي الشكل واضح شوية عشان عند التلوين. زي ما انا ملاحظ، طبعا اهم حاجة ان انت توضح الرسمة. طبعا ممكن اوصل الخطوط ببعضها، زي ما انا شايف بدأت اوضح. ممكن ان انا اضيف من عندي، يعني ممكن احط هنا دايرة ما بين كل عنصر على الخط، دايرة دايرة دايرة، ممكن اعمل دي كده واعمل زيها نفس الحركة هنا كده، نفس الحركة على الدايرة. طبعا ممكن اعملها بكلك ورقة شفاف وابدأ اكررها نفس التكرار عشان تكون نفس التماثل، ممكن ما تطلع نفس التماثل مع بعض الناس. زي ما انا شايف كده، ممكن في الداخل اعمل دايرة واعمل داخلها زي وردة على كل خط من الخطوط اللي انا كنت عاملها طبعا في بداية العمل. ممكن احط دايرة هنا، دايرة هنا، دايرة هنا، دايرة هنا، دايرة هنا، دايرة هنا. الاحظ ان العمل بيتم توسعه، بيتوسع. ممكن ان انا ازيد فيه، عشان كده بقول عليه متشعب، من خلال النقطة اللي احنا اشتغلنا منها اللي هي في الوسط بدأ العمل ينتشر للخارج، وكده يكون وصلنا للنهاية اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا دي نموذج لبعض الطلاب زي ما اتعودنا ان احنا نشوف للعام الماضي. طبعا افضل شيء ان انت ممكن تجيب القلم الاسود وتبدأ تحدد الكلام اللي احنا شايفينه دوت، وتلونها بالالوان الفلوماستر، وان شاء الله نشوف تجاربكم وتنشروها لنا ان شاء الله على الكلاس لايت او طريقة التواصل ان شاء الله. وبكده يكون وصلنا لنهاية العمل اليوم، زخرفة متشعبة من خلال نقطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.